الحمص بيعقي، طافية مش الحمص تمام. في كل غدا أو عزومة أصحاب، أول طبق بنزل على السفرة هو أكيد الحمص بالطحينة. هيدا الحمص بالطحينة، زينة السفرة. يا سلام. والله رهيب. في ناس بتحبه زيي على الطريقة التقليدية وغرقان بزيت الزيتون. يا سلام. لا 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 كثير خربت شوية. وناس بتفضلوا مع خلطات ونكهات مختلفة. تين وجوز. طعم جديد علي ورهيب. اليوم بطعم الحكاية قررت أشوف شو هو سر هالطبق الشعبي اللي استحق عن جدارة لقب ملك المقبلات والمازات. يلا يا شباب ارفعوا الطلبية، حمص وحمص عليه فول وقدسية. إذا بتفكر بسناك خفيف وصحي يعني حمص، إذا بتدور على خبزة وتغميسة يعني حمص. هذا الطبق البسيط اللي لف كل العالم العربي وحتى وصل للعالمية. معقول في حدا ما بحب الحمص بالطحينة؟ الحمص هو مستخرج كلمته من البقوليات المحمصة اللي بتتحمص وبتنطحن. الحمص نبتة هي قديمة بالشرق الأوسط، وهي جزء من شيء منقله المحاصيل التأسيسية، يعني شو زرع الإنسان أول ما اكتشف الزراعة. زرع القمح، الشعير، العدس، الحمص، الكرسنة اللي هي نبتة ما بقى منكلها، والكتان ليعمل منه تياب. فالحمص موجود وموثق بالشرق الأوسط بالزراعة وبالمطبخ من 12,000 سنة. بس هو ما كان أكل للنخبة، هو من السلع الغذائية الأساسية لعامة الشعب، لأنه هو نسبياً سهل ينزرع وسهل ينطبخ. حمص محصول مفيد جداً، وبالنسبة للفقراء أنه كان يغذيهم، كانوا يدقون الحمص ويستعملوه كدقيق، وطبعاً من البديهي أنه أيضاً كانوا يسلقوه ويأكلوه. لكن الطبقات الغنية كانوا يفضلون يسلقوه ويرمون الحمص نفسه ويأخذون المي يستعملوه يسووا ثريد مع اللحم، طبعاً يطبخ مع اللحم لأنه يصورون أنه على حسب قولهم يزيد في الباح. حبة حمص واحدة ممكن تتحول لأطباق كتيرة، بس تركيزنا اليوم على طبق واحد، الحمص بالطحينة. حمص الوصفات تبعه تبدلت على مدى التاريخ، فات بوصفات المكتوبة بالقرن العاشر وكان اسمه حمص كساء. حمص كساء يسموها كذلك لأنهم كانوا بعد ما يسلقون الحمص كانوا يدقوه، فكان كأنه نقول الحمص المهروس أو المدقوق. ومنشوف أنه هالوصفة منا كتير بيختلفة عن الوصفة اللي عنا إياها هون، بس بدل الطحينة بيستعملوا الخل. ولكن بالقرن التاسع عشر بكتاب تذكرة الخواتيم وأستاذ الطباخين منلاقي الوصفة اللي عنا إياها حالياً بالطحينة. نبدأ حلقتنا اليوم بالأردن وتحديداً العاصمة عمان. الأردن انتقلت أكلة الحمص بالطحينية تقريباً في بداية القرن العشرين، أجت مع تجار السوريين اللي كانوا يجوا من حلب على الأردن، وصار أكلة تراثية شعبية نفتخر فيها وبنحافظ عليها، لأنه في أي مكان في أي زمان الحمص حاضر على كل السفرات. أول وجهة إلي حتكون مطعم مشهور جداً عشان أطباق الحمص اللي بقدمها. السلام عليكم، كيف الحال عمي ابو جبارة؟ حياك الله. احنا حكينا ما بزبط نيجي مطعم ابو جبارة وما نقابل ابو جبارة شخصيا. بدنا تحكي لنا شوي عن كيف بلشت المطعم. يعني كنت انا وانا صغير كنت اشتغل مطعم حمص وفول وفلافل بال78، وكنت بدي افتح مطعم، فتحت في بيت درج، كانت طاوله
أدوك الحمص دك يعني بال ما كان ماكينات ولا كان في شيء. كنت أشتري الطحينة بالمرتبان بالنص كيلو. الطحينة المستخرجة من السمسم ما كانت متاحة للجميع، والاسم جاي من عملية طحن بذور السمسم، ولكن هيدي عملية بتتطلب مهارات كتير عالية فكانت كتير غالية. كانت هي عنصر بتزيده لتخلي الطعام تبعك يصير طعام للنخبة. بدنا ننطر لبدايات القرن العشرين وقتها صرت بستعمل الآلات الجديدة، رخص السعر وانتشر. من شخص واحد بيعمل في بيت الدرج الحمصات لما شاء الله 4 فروع. أيوة. فبعد كل هذا بدنا نعرف بالضبط كيف تعمل الحمص، بدنا ننزل على المطبخ ممكن؟ تمام يلا. طب هلا انواع الاطباق اللي فيها الحمص شو هي الموجوده عندكم؟ شوف الحمص بطحينه هو الاساس، بعدين بيجي اشياء تنشق منه، هاي مسبحه هناك حمص عادي مع تتبيله، مع التتبيله بحركه، بعدين بحط الحمص الحب المستوي، فهذا بكون حمص حب خاص للمسبحه، مستوى زياده. مستوى زياده بتحرك مع بعض بيطلع مسبحه. حبه الحمص بس يبلش يغلي، كيف نعرف انه حبه الحمص خلصت؟ في الفويل شو بيعملوا؟ بياخذوا الحب الحمص بيمعصوه بايده، بيعرف انه هيدا خلصت، او كمان بيزتوه على الحيط وبيعرف اذا لزق انه خلص اتس دان. الصحون اللي قدامنا ايش هي كلها؟ هلا هاي فتت حمص، خلينا نشوف. هذا حمص سمن بلدي وسنوبر، خلطة ممتازة صح واسم. عن جد زاكي. لا هون مسبحة حمص. هاي اللقمة خبز سخن مغمس بالحمص إشي ما إله مثيل، بس لازم أتحرك بسرعة لأنه حكايتنا بالأردن لسه بأولها. خلطة الحمص بالطحينة بتختلف حسب البلد اللي انت موجود فيه. ماكو وصفة موحدة، حتى أصلاً من بيت إلى بيت ماكو وصفة موحدة، وكل واحد يطبخها شكل. لكن هي حمص مهروس مع طحينة، حمص بطحينة. وفي مكون أساسي بيختلف كمان حسب المناطق اللي هو الثوم. عادة إضافة الثوم إلى الحمص بطحينة أصور جتي ويا العثمانيين. بالكتاب كنز الفوائد كتاب المصري واحدة من الوصفات تقول إذا كانت هذه الوصفة تعمل لسكان البلد لا تستعملون بها ثوم، لكن إذا تعملوها للأتراك استعملوا ثوم. المطعم اللي بزوره هلأ بعرفه من طفولتي، هذا المكان جزء من حكاية كل أردني وتاريخه وذكرياته. مطعم أثري مش تاريخي كمان، ومن أهم المطاعم في البلد. وكان إلي الحظ اليوم إني أقابل الشخص اللي هو القلب النابض لهالمكان. صباح الخير. أهلا. كيف الحال؟ شو أخبارك؟ أنا بالعادة باجي وباكل، اليوم بدي أجرب إذا ممكن أعمل معكم صحن حمص. أهلا أستاذ، يلا جاي على بالي أجرب أعمل أشوف إذا بتزبط معي ولا لا. إن شاء الله بتزبط. يلا. كيف الواحد بيعمل صحن حمص؟ هذا تمسك الصحن. اها تفضل، هاي المعلقه شوي اعملوا هيك شايف علي. اها تمام. ايوه تمام. حطه بالنص. هلا بدنا نحط البليله. حط تتبيله ثانيه. بتحب الحامض والفلفل عليه؟ انا بحب طبعا الحامض والفلفل. نحط. يلا. لا كثير خربت شوي. أنا بحب التتبيلة. يا عم نتفة صغيرة ما بزبط هيك. كمان شوي زيادة. هو الحمص أصلا فيه حامض، هذا صار حامض، أنا مش عارف تروح تاكله. الحمص ما عنده تتبيلة وحدة، يعني التتبيلة اللي أكثر شيء منتشرة هي الأسهل اللي هي حامض وطحينة وخلصت. فالوصفة هيدي وصفة ديناميكية، بتاخد مكونات بحسب الأذواق المحلية، فمش هيك بنشوف بالأردن في كتير تركيز على الطعم الحاد. السؤال، مين أشهر حدا دخل عندكم؟ الملك عبد الله. الملك عبد الله والملكة رانيا طبعا، والولي العهد الأمير حسين، تعرف الأعيان والنواب والوزراء كلهم بيجوا. طب في واحد مشهور أتوقع اسمه ابن حتوت عمل فيديو هون سمعت فيه. والله؟ والله. وهذا مين قدامي؟
يا سلام، نزل الأكل. آه شايف. هلا إيش عندنا هون؟ هلا هذا هاي الحمص، تعرفه الحمص عادي، لقمة من التاريخ، والله رهيب. هذا حمص عليه فول، حمص بس عليه فول. آه مو أدسية هاي؟ أي أدسية، بتكون حمص مع فول مع بعض مخلوطين مع بعض. حلو. هلا هذا حمص بيروتي. البيروتي اللي بيكون مع بقدونس. تعال نجرب. لا في طعم وكريمي اكثر. اه طبعا. في نوع من الحمص بطحينه بسموه حمص بيروتي. ما بنقدر نحدد اسباب اضافه البقدونس ببيروت ليصير هو هيك بيفترق شوي عن حمص غيره. يمكن وحده من ستات البيوت كان عندها بقدونس، بكل بساطه زادته على الحمص، او واحد بمطعم من مطاعم بيروت زاد ليزين. مين حط وامتين حط صعب كثير نحدد. رحلتنا لسه مكملة، ووجهتنا الجاي لبنان. بعد ما دقت الحمص في عمان ضروري أروح لبنان وأشوف كيف بيقدموا الحمص بالطحينة. حمص طحينة كتير إسنشل للمطبخ اللبناني، إنه مش معقول تاكل أكل لبناني بدون حمص. It's part of our identity. وصلت على بيروت، هاي المدينة اللي فيها تنوع كبير بأطباق الحمص. بالقرن 19 بيروت كانت عم تتوسع وتكبر وتصير مدينة تجارية كتير مهمة، ضروري انت تعمل مطاعم بتقدم طعام سريع، ففات هيدا الحمص بطحينة كواحد من هالفاست فود. أطيب حمص والله أكلته بلبنان. الحمص بالطحينة في المطاعم إله أسراره ونكهته الخاصة، بس الحمص بالطحينة اللي بينعمل بإيدين ست البيت في طعم لا يقاوم ودايماً بفوز. حمص بطحينة كل الجيران بيقصدوني مشان أحسن بعملها كثير طيبة. الست منى عندها سرها بخلطة حمص رهيبة، الكل بيعترف لها إنها بتعمل أطيب حمص بالطحينة بالحي. زرناها وكان وقت فطور وتعلمنا من هالوصفة. يا أهلين يا أهلين وسهلين. يا هلا. أهلا بالرويقة. يعني على الحمص حمص مزبوط اليوم. إيه. يا عمي اشتقت لك، أنا جاي من الصيفية مش ساقع عليكم. إيه كيف ظهرك؟ إن شاء الله. إن شاء الله يعجبوك يا هالحمصات. يسلموا. يا الله شو هالحمص الطيب يا منى. شو طيبين روعة. جورج كيفك؟ طلع قدامك منى بتعمل كل أنواع الحمص وشغلة طيبة. طيب أنا حمصيتي أطيب. كيف هيك عم تقولي لي؟ زعتيها معنا. بدك تعطينا سر المهنة؟ هيدي الروسات أمي كانت تعملها، أختي أخذتها منا وعطتني إياها وكتبتها أنا. حمص بسلقهم مشان نطفي عجلة مشان أعمل ديكوراسيون فيهم. إيه. دق الثوم وبحط معها ملح وبحطهم بالخلاطة. حامون كمان تحطي لها حامون؟ إيه. والحمص السرية اللي فيها هو تحطي نتفة زيت زيتون معهم قبل ما تخلطيهم، بخلطهم جيداً بيطلعوا هيك بالصورة. ايه طحيني مش حاطتي لهم؟ لا بعدين برجع بشيلهم بحطهم بجات والطحيني بحطهم وبخلطهم بإيدي. ايه بعدين منصبهم نعمل لهم ديكور وبابريكا ونعناع ومنحطهم. والله بجننوا. ضلك معذبة فينا. دايما تعي. لفيت شوارع بيروت وسألت الناس وين بلاقي أطيب حمص، والكل كان بيحكي عن مطعم واحد، مكان تاريخي متوارث أبا عن جد من 133 سنة.
خليسي يا صباح الخير. اهلا وسهلا. كيف الحال عم الحاج؟ طول عمرك. يميت هلا يميت هلا. سمعت انه هون اميز حمص موجود في كل بيروت من 133 سنه هون. الحمد لله. الاساس الجد ابو محمود السوسي، جدي وجده لاحمد. فانت بالغالب عيله. ايه ابن عمتي. لما كان عمري 13 سنة كنا نشوف كيف يشتغل جدي واتمرن، يعني أنا حبيت المصلحة وصرت أشتغل. تاكل حمص بتقول أوه هيدا حمص الطيب. زينة السفرة لو كنت ما حاطت شيء بتحط كبيس وزيتون وصحن حمص بطحينة مزين بكل شيء. هيدا الحمص بطحينة. بعد الحمص بطحينة شو بدك؟ فول أوبشن. جبنا لك أطيب فتة سخنة صعصع بالسمنة. هذا الأكل اللي أنا بحبه. بدي ذوقك الحمص بطحينة شغلنا. تسلم هالإيدين. هلأ فهمت ليش كل حدا بيجي هون. فيش داعي للشرح، الطعم بحكي عن حاله. بعد ما أكلت حمص تقليدي ببيروت رح أكمل رحلتي. وأزور منطقة البقاع. وتحديداً زحلة اللي تشتهر بضيافتها وكرمها. الحمص هو جزء من شيء اسمه الميزة بلبنان وبسوريا. هلا الميزة أصلاً من المطبخ العثماني، وقتها وصل هالمبدأ بالقرن التاسع عشر على زحلة وبيروت اعتمدوا المطاعم اللي فيها المبدأ العثماني ولكن غيروا كل الوصفات لسبب كتير بسيط. زحلة هي سهل البقاع، يعني عندها شغلة ما بتقدر يكون عندها إياها المدن الأخرى، هي المكونات طازة. فتدريجياً مع بروز أهمية زحلة التجارية وبروز أهمية مطاعم البلدونة بزحلة، صار هالميزة اللي هي اخترعتها النمط اللي اعتمدوه بكل المطاعم اللبنانية من وراء زحلة. جاء عبالي أدوق الحمص بجو مختلف شوي هالمرة، يعني طبيعة حلوة، قعدة لطيفة، ومناظر بتفتح النفس والشهية. والصراحة ما تخيلت ألاقي هالأنواع الغريبة من الحمص هون. حمص بالفطر، حمص بالتين والمكسرات، حمص باللحمة. لمحبين الحمص بالخلطات والإضافات الغريبة، اليوم إلكم حصتكم بهالحلقة. شوفوا لي هالأطباق. هلا شيف. أهلا وسهلا فيك. أنا مش فاهم، فهمني شو هاد؟ بس طبعاً هو حكاية. حلو. في الأردن وفي بيروت ما كان في إشي زي هيك صراحة. حمص طحينة صاروا الشفية عم بيتفننوا فيها، عم بيحطوا هيربز، عم بيحطوا different types of garnishes، يعني فيك تفنن قد ما بدك، بس الأساس تبع الوصفة لازم يكون فيها شو؟ الحبة الحمص. بس هاي بالإيش؟ تين وجوز. تين وجوز؟ جبنا الحمصات طحنيهم مع الطحينة، صار عنا حمص بطحينة. حطينا فوق التين والجوز مفرومين، وشينا عليهم زيت الجوز وزينناهم بحبتنا عليهم. هالصحن بيتميز انه ببلش مالح بينتهي بحلق. انا اول مره بسمع تين جوز وجوز زيت الجوز وحمص. حمص. يلا روما. اشوف لا في اكثر من شيء مخلوط ببعضه. البذر اللي بكون موجود جوا التين بقرش مع الحمص مع لا غريب، الطعم جديد علي ورهيب. شوف هاي بايش؟ هاي بالفطر مع حار. حمص بالفطر هو عباره عن حمص بطحينه عجنا بجبنه تقليه، قلينا الفطرات طفيناهم بالحار مع رشه بقدونس، سكبناهم فوق الحمصات، زيناهم باللوز المقلي. كلهم جداد، ما جربت هذا الطعم من قبل. حاس كل واحدة عم تاخذني رحلة. حبيت، شرفت. كانت مفاجأة كبيرة إني أدوق كل هالخلطات من الحمص.
حمص فيت بشيء بنقله بالانجليزي جلوبال فود، الطعام العالمي. والسبب الاساسي هي هجره اللبنانيين والسوريين اللي راحوا من القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين بالاخص على الولايات المتحده بنيويورك بشيء اسمه ليتل سيريا، اللي هي كان الحي اللي بيعيشوا فيه السوريين واللبنانيين بوقتها، وبلشوا يفتحوا مطاعم، فبلش يفوت طبق الحمص بالفاست فود، ومنشوفه تدريجيا صار جزء من هالمطبخ المعولم لكل العالم تطلبه. الحمص صار مثل اسم عام ينطبق على جميع الأكلات اللي مشابهة، لأن ما يعرفون شنو حمص، اللي بذهنهم هي هذا الدب، شيء مسلوق مهروس مع شيء آخر. فما في يعمل حمص بشمندر، ما في يعمل حمص بجزر، ما في يعمل حمص ببطاطا، هيدا منه حمص. قسم يستعملون فاصوليا يابسة، قسم يستعملون حبوب أخرى مسلوقة. حمص بطحينة معمولة من الحب الحمص، إذا بدنا نعمل غير وصفات مع شي تاني منو حمص. رحلتنا لسه ما خلصت، والوجهة الجديدة المملكة العربية السعودية وتحديداً الرياض. وصلت الرياض، كل مطابخ العالم موجودة هون، فكيف ممكن يكون شكل الحمص على الطريقة السعودية؟ كثير متحمس أشوف شيف عبد العزيز اللي قدر يجمع بين النكهات الشامية والنكهات السعودية بطبق واحد. شيف عبد العزيز، أهلاً وسهلاً، أخبارك؟ طبخنا الله يخليك. شيف عبد العزيز الحميدان، شيف حلويات سعودي، تعلمت هندسة ميكانيكية في أمريكا، ولكن بعد كذا قررت أني أعلق الشهادة وأتجه إلى المطبخ. شوف، إحنا الحين بنسوي الحمص بالطريقة التقليدية، وبعد كذا انت في السعوديه الان عندنا تحديدا في الرياض، فبنعطيك اياه بنكهات سعوديه مثل مثل البلاك ليمون، او خلينا نقول اللوم الاسود. اها، بصير حادق اكثر. حادق. وهل بالعاده بتساوي باكثر من نكهه سعوديه ولا فقط اللومي؟ اصرار حايلي، لانه يعطيني شويه حراره، فلفل محلي يعني من حايل. طبعا اخذنا الحمص زي ما هو واضفنا عليه القليل من الاصرار الحايلي. ومن وين اجتك فكره اضافه هاي النكهه على الحمص؟ احنا عندنا في السعوديه نكهات كثيره، وفواكه، خضار، بهارات، اشياء كثيره نقدر نسوي تويست للاكلات اللي تجينا من برا. هذا ايش فيه؟ هذا حمص طبيعي. حمص طبيعي كلاسيك. بس الزيت زيتون اللي استخدمته من الجوف. تقدر تذوق وتعطينا رايك. تفضل، يعطيك الف عافيه. نبدا بالتذوق، اهم فقره الان واحلى فقره. نجرب اللومي مع زيت الزيتون. ناطع، الليمون كذا انفيوز قوي، طعمه حاد فعلا، طاغي على طعم الحمص شوي. مع كمان لقمة بس. شكلك بتجربه هذه إذا رجعت. كمان لقمة. جرب الحار. جرب الحار، يلا إن شاء الله ما تزعل علينا. طبعا حار 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 حار، والله شكله حار حار. انا حار. شخصيا احب الحار مره. ف طعم ماشي. كطعم يعني ان شاء الله جاز لك 9.5 من 10. يلا تعرف ليه؟ ليه؟ لانه الكمال لله. حاكمل الصحن كامل بألف عافية. نجيب صحن مشاوي. اوف خلاص. لا بتعرف تعمل حمص؟ طلعت شويه يعني. تسلم هاليدي. بس بالويكند. ما توقعت طبق حمص بخلطة سعودية يعطي طعم هالقد لذيذ، بس قادرين تتخيلوا كيف ممكن يكون طعم الحمص لو كانت الخلطة أرمنية؟ شكراً كثير والله على كل هالأطباق يا شيف، ما قصرتوا. يا أهلا وسهلا. حمص الأرمني. اي نعم، هو بالعادة اللي بنحط فيه الحر صح؟ هيدي الفليفلة أساسي بأكلة الأرمنية. طب خلينا نجرب. شو التشكيلة هاي؟ هيدي حمص الريجولر، هديك حمص بلحم العجل، هيدي حمص سنوبر، وهديك حمص السبايسي على طريقة الأرمنية. نبدأ بالتذوق مع الزيت. فيها تيست بسيط وطيب لذيذ جدا. تحس الفلفل المحمر بس بدون الحر، مش كتير حر. صحتين.
هالطبق البسيط فيه سر كبير. صحيح مكوناته قليلة بس فيه خبرة عمرها سنين. قصة بتبدأ بحبة حمص صغيرة وبتنتهي بطعم بيجمع حواليه الكل. الحمص بيعقل. كثير طيب. صحتين. أطيب إشي الحمص. استنى. وهذا هو طعم الحكاية. ناطع. ليمون كده انفيوز قوي. حكايتنا الجاي بحرية عن صنف تناوله الإنسان من العصور الحجرية وهو اليوم أساسي في أطباقنا الشعبية، السمك.